بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 219. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد وآله وصحبه. أما بعد، نتحدث في هذه الحلقة إن شاء الله عن اليمين في الدعاوى، امتدادا لأحاديثنا السابقة عن أحكام القضاء، لأن اليمين من جملة الطرق القضائية، حيث قال صلى الله عليه وسلم: واليمين على من أنكر، فاليمين من جانب المنكر إذا لم يكن للمدعي بينة، وهي تقطع الخصومة عند التنازع ولا تقطع الحق. فلو تمكن المدعي من إقامة البينة فيما بعد مكن من ذلك وسمعت بينته وحكم له بها. وكذا لو تراجع الحالف عن اليمين بعدما حلف وأدى ما عليه من الحق قبل منه ذلك وحل لمدع أخذه. ومجال اليمين في دعوى حقوق الآدميين خاصة، فهي التي يستحلف فيها، أما حقوق الله تعالى فلا يستحلف فيها، وذلك كالعبادات والحدود. فإذا قال: دفعت زكاتي أو ما علي من كفارة أو نذر، فإنه يقبل منه ذلك ولا يستحلف. وكذا لا يستحلف منكر لحد من حدود الله، لأن الحدود يستحب سترها، ولأنه لو أقر بها ثم رجع عن إقراره قبل منه وخلي سبيله، فلا ألا يستحلف مع عدم الإقرار أو لا. ولا يعتد باليمين في دعوى حقوق الآدميين إلا إذا أمره بها الحاكم بعد طلب المدعي، ولا بد أن تكون على صفة جوابه للمدعي، ولا بد أن يكون أداؤها في مجلس الحاكم، ولا تكون اليمين إلا بالله تعالى، لأن الحلف بغير الله شرك. فهذه الأمور لا بد من اعتبارها في صحة اليمين وقبولها. ويكفي فيها الإتيان بلفظ الجلالة، فإذا قال: والله كفى لأن هذا القسم، جاء في كتاب الله تعالى، مثل قوله تعالى: وأقسموا بالله جهد أيمانهم، وقوله: فيقسمان بالله، وقوله: أربع شهادات بالله. ولأن لفظ الجلالة علم على الله تعالى لا يسمى به غيره. ولا تغلظ اليمين إلا فيما له أهمية كبرى، كجناية لا توجب قودا أو عتق، فللحاكم تغليظها باللفظ، كوالله الذي لا إله غيره، عالم الغيب والشهادة، الطالب الغالب، الضار النافع، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ومن توجه عليه حق لجماعة حلف لكل واحد منهم يمينا مستقلا، لأن حق كل واحد منهم غير حق الآخر، إلا إذا رضوا يمينا واحدة فيكتفى بها، لأن الحق لهم وقد رضوا بإسقاطه. أيها المستمعون الكرام، إياكم والتساهل في اليمين، واعلموا أن شأن اليمين عظيم، فليست مجرد كلمة تمر على اللسان، ولكنها عهد وميثاق ينتهى عند حده ويجب أن يوفى حقه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. والله تعالى يقول: واحفظوا أيمانكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في معنى الآية: يريد لا تحلفوا. فيكون معنى الآية على هذا هو النهي عن الحلف، فلا ينبغي للإنسان التسرع إلى اليمين إلا عند الحاجة، فإن التسرع إلى الحلف وكثرة ذلك يدلان على الاستخفاف بالمحلوف به وعدم تعظيمه. وقد جاء في القرآن الكريم أن كثرة الحلف والمسارعة إليه من غير موجب من صفات الكفار والمنافقين. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين، فنهى الله نبيه عن طاعة الحلاف وهو كثير الحلف. وقال عن المنافقين: ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وقال عنهم: اتخذوا أيمانهم جنة، أي جعلوا الأيمان وقاية يتوقون بها ما يكرهون ويخدعون بها المؤمنين. وقد يتساهل بعض الناس بالأيمان في مجال الخصومات والتقاضي، فيحلف لكسب القضية إلى جانبه وليتغلب بها على خصمه بالباطل دون مبالاة بحرمة اليمين. واسمعوا ما ورد في حق هؤلاء من الوعيد الشديد. قال الله تعالى: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم.
وروى الإمام أحمد والنسائي أن رجلا من كندة يقال له امرؤ القيس خاصم رجلا من حضرموت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض، فقضى على الحضرمي بالبينة فلم يكن له بينة، فقضى على امرئ القيس باليمين، فقال الحضرمي: أمكنته من اليمين يا رسول الله؟ ذهبت ورب الكعبة أرضي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف على يمين كاذبة ليقتطع بها مال أحد لقي الله عز وجل وهو عليه غضبان. وتلا رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. وروى الإمام مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة. فقال له رجل: وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله؟ قال: وإن كان قضيبا من أراك. وروى البخاري في صحيحه أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ قال: الإشراك بالله. قال: ثم ماذا؟ قال: اليمين الغموس. قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقطع مال امرئ مسلم بيمين هو فيها كاذب، فاحذر أيها المسلم أن تقع في هذا، وعظم اليمين بالله ووقرها، ولا تحلف إلا وأنت صادق، ولا تحلف إلا عند الحاجة. ومن الناس من يتخذ اليمين وسيلة لترويج سلعه، فيحلف أنها سليمة من العيوب، أو أن قيمتها كذا، أو أنها سيمت بكذا وهو كاذب، يريد التغرير بالناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: أشيمط زان، وعائل مستكبر، ورجل جعل الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. رواه الطبراني بسند صحيح. ومعنى جعل الله بضاعته أي جعل الحلف بالله وسيلة لترويج بضائعه، فيكثر من الأيمان ليصدقه الناس فيشتروا منه. اتقوا الله عباد الله، واحذروا من التساهل باليمين في المعاملات والمخاصمات وغيرها. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.